بنجدد تحياتنا بيكم مرة تانية، وبنبدأ حلقتنا النهاردة من القاهرة مع تكريمات حفلة أوسكار إذاعة الشرق الأوسط اللي تكرم فيها عدد كبير من الفنانين. التكريمات كانت عن بعض الأعمال اللي تعرضت خلال 2017 واللي حققت كمان نسب مشاهدة عالية. خلونا نشوف مع بعض التقرير اللي جاي. بدأ الحفل بعرض فيديو عن بعض أعمال النجوم المكرمين اللي يشوفه وهي بتمثل يقول فنانة مصرية خالصة، والحدث حضر فيه نجوم كتير وكان على رأسهم إلهام شاهين. كل سنة وهم طيبين. الحفل أقيم على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، وأغلب النجوم الحاضرين كانوا سعداء بالجائزة، خصوصاً إنها من إذاعة الشرق الأوسط واللي ليها مكانة خاصة عندهم. مبسوط بلقب نجم الأدوار الصعبة اللي هم ادوني عن طوفان واختيار إجباري. سعيد جدا بتكريمي، ده حمسني أكتر إن هننزل الأغنية اللي جاية إن شاء الله اسمها شربات، هتنزل في شهر فبراير. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها قوى من السحر. مبسوطة جدا جدا بإذاعة الشرق الأوسط وبالإذاعة كلها، وطبعا التكريم ده شيء يسعد اي حد، ودايما مسلسل اللي على سعر ده وشه حلو عليا، لانه ده دي جوائز كتير جدا خدتها عنه السنه دي. اتمنى يا رب كل مره اعمل حاجه تعجب الناس يعني. الحمد لله. الفنان اصله لما بيعمل يعني بيعمل دور والدور ده بيكرم والدور ده فعلا الناس بتقوله متشكرين على الدور ده، بيبقى حاجه جميله جدا بالنسبه للفنان. بعد اول دور ليا اعمله في هو في مسلسل حلاوه الدنيا، ان انا اتكرم ويبقى باستفتاء الجمهور، دي حاجة مهمة وكبيرة قوي عندي. طبعا أول مرة أحس أنا بتكرم من حاجة لها صلة بالدولة بتاعتنا بلدنا. ما كنتش أتخيل إن في يوم من الأيام أخد جايزة من الإذاعة، والحاجة اللي أنا تربيت عليها طول عمري. قابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة دي، حال الدنيا بتغير ما بين الثانية والتانية. من أكتر الأماكن اللي عارفة تحافظ على المعنى الحقيقي للأصالة وللشكل المصري اللي نتمنى نبقى عليه، فشرف كبير وشكر خاص جدا ان اسمي اتحط في وسط كل الاسماء اللي اتحطت النهارده. مبسوطه بكل اصدقائي اللي اتكرموا، يا رب دايما كده نبقى متجمعين في يعني النوع ده من التكريمات. يعني ذات الشرق الاوسط دايما بتعتز بالفنانين الشباب، ومبسوطه ان انا ومايار كنا موجودين النهارده، وسعيده جدا بالتكريم، ويا رب يكون في جوائز في المستقبل اكتر من كده. قيمه عاليه جدا ذات الشرق الاوسط دي قوي، يعني أنا كنا بنروح نشتغل في ذا الشرق الأوسط دي كأننا بنعمل سينما. أنا بشكر إذاعة الشرق الأوسط وبشكر كل جمهوري سواء في الإذاعة أو التلفزيون.